عندما استخدم جورج بوش الابن مصطلح التحرير في خطابه لاجتياح العراق، كان يعني بهذا التحرير تدميراً للبشر والحجر، متلاعباً بالكلمات لأهداف سياسية. ولكي يبرر الهجوم غير الإنساني على أرض العراق وغيرها من الدول التي دمرت تحت مصطلحات زينت ووضعت أمام الشعوب التي أرهقتها صعوبة المعيشة والفقر. مصطلحات عديدة يتناقلها ويستخدمها أشخاص يظنون أنها الوجه الجديد للتحضر، ناسفين الطبيعة البشرية تارة والمنطق الإنساني تارة أخرى. فصرنا نستخدم كلمة المثلية الجنسية بدلاً من الشذوذ الجنسي، كأن هذا الأمر أصبح خياراً متاحاً يمكن لأي شخص اللجوء إليه، فبالنسبة لهم يمكنك أن تكون مستقيماً أو مثلياً. الموضوع بسيط لهذه الدرجة، لكن كما هو مبين من المصطلح الأصلي، فالشذوذ يعني الانحراف والخروج عن الفطرة السليمة. وعلى ذكر هذه المصطلحات، كلنا نعرف فوائد البنوك. هذه الفوائد هي ذاتها الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى علينا، لكن إن استخدمت هذه الكلمة في البنوك، فمن ذا الذي سيريد أن يأخذ قرضاً منه؟ فتعديل الكلمات هنا ضروري لجذب الناس ومحاولة تبسيط الموضوع حتى لا يكون بحجمه الأصلي فينفر الناس منه. قلب المصطلحات وتحويرها هو موضوع مهم للغاية، لكن الأهم هو الفهم الحقيقي لها ولمعانيها الأصلية الظاهرة منها والمبطنة، وعدم تكرارها لمحاولة الظهور بشكل حضاري. فجوهر التحضر يأتي من الفهم الخالص لما حولك واطلاعك الواسع كي تستطيع التمييز بين المفاهيم والكلمات. ولنقف بجانب بعضنا في حرب المصطلحات.